السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طالبات الصف الثاني عشر علمي مدرسة المجتمع الخاص للبنات، أرحب بكم في درس جديد من دروس مادة الأحياء، ومعكم دائما معلمة المادة ولاء محمد. تذكرنا معي كما تعودنا دائما رؤية مدرستنا، وهي إعداد فتيات متعلمات مبدعات قادرات على بناء مجتمع واع متحضر محافظا على أخلاقه وقيمه ومستخدما للتكنولوجيا الحديثة. والآن نتذكر معا قيمة الشهر وقيمة الأسبوع. القيمة الشهرية كما ذكرنا من قبل هي عن الابتكار. الابتكار قد يكون بفكرة، قد يكون بعمل، فابتكري دائما واحرصي على الابتكار واجعليه أسلوبا لحياتك. أما قيمة الأسبوع فهي بعنوان التطوع. إننا نعيش في وطن معطاء، وهو وطننا الحبيب قطر، ولذلك يجب علينا أن نتطوع من أجل بنائه، فوطن معطاء وتطوع بناء. لنستكمل معا دروس الهرمونات النباتية، وهرمون اليوم هو الجبرالين، ودرس اليوم بعنوان الجبرالينات في السيقان والأوراق والجذور. أهداف درس اليوم: أولاً، سوف نقوم بتوضيح عمل الجبرالين أو GA3 على كسر سكون البذور، وأيضاً سوف نقوم بذكر استخدامات هرمون الجبرالين أثناء نمو النباتات وزراعتها. فابدأي معي درس اليوم. والآن في البداية لتتذكري معي ما درسناه في الحصص الماضية من دروس الهرمونات، ولتجيبيني على هذه الأسئلة. اقرأي الأسئلة جيدا وقومي بإيقاف الفيديو، ثم لنتناقش في حل الأسئلة. الآن لنقرأ معا السؤال الأول: لماذا سميت السيتوكينات بهذا الاسم؟ نعم أحسنت، نسبة إلى عملية انقسام السيتوبلازم المسمى بالسيتوكينيزيس، وهي العملية التي تلي مراحل الانقسام المتساوي في الخلايا. قرأي أيضا السؤال الثاني: ما العلاقة بين الكينيتين والأوكسين؟ نعم أحسنت، إن العلاقة بينهما علاقة عكسية، أي يعملان بشكل مناهض كل منهما للآخر، إذا زاد الكينيتين يثبط عمل الأوكسين، وإذا زاد الأوكسين يثبط عمل الكينيتين. لننتقل إلى السؤال الثالث: ما تأثير الزيتين على الأنسجة الميريستيمية أثناء تطور الجذع المبكر؟ هل تتذكرين ما ذكرناه في السابق؟ عندما تم رش الأنسجة الميريستيمية لنبات الذرة أثناء تطور عملية الجذع المبكر، ماذا حدث؟ نعم أحسنت، لقد زادت عملية التفرع وتكوين الفروع النامية. أحسنت عزيزتي الطالبة. ابدأي معي درس اليوم. أولا، ما هي الجبرالينات؟ الجبرالينات عزيزتي الطالبة هي أحد محفزات النمو في النباتات، ويرمز لها بالرمز GAS، وهي أكثر من نوع. تم ترقيمها وتصنيفها GAS1، GAS2، GAS3 وكذلك، وأكثرها شيوعاً GAS3، ومنها ما هو طبيعي ويوجد في النسيج القمي في كل من السيقان والجذور، ومنها أنواع صناعية تم تصنيعها واستخدامها في تحفيز النباتات. إذن الجبرالينات كما هو موضح أمامك هي الهرمونات المسؤولة عن تنشيط تكوين حبوب اللقاح ونمو أنبوب اللقاح في الأزهار المخصبة، وأيضا تحفيز الإنبات الذي يتطلب برودة
أو تطور البذور والثمار وتحفيز استطالة الساق وتكوين الأفرع، وكل ذلك لأنها تعد من أحد المحفزات اللازمة للنمو في النباتات. والآن اقرأي هذا السؤال لنقوم معا بتنشيط معارف سابقة قد درسناها في الصفوف السابقة. أولا، كيف يقوم النبات بتخزين الجلوكوز الزائد عن حاجته؟ وأيضا، ما هو الإنزيم المسؤول عن هضم النشا في النبات وتحليله؟ أحسنتم، يقوم النبات بتخزين الجلوكوز الزائد عن حاجته في صورة نشا، ويستهلكه حين الحاجة إليه. والإنزيم المسؤول عن هضم النشا هو إنزيم الأميليز، إنه الإنزيم المخصص لهضم النشا، وسوف نتعرف اليوم على دوره في درس اليوم. سوف أطلب منك الآن إيقاف الفيديو وقومي بقراءة الفقرة الخاصة بالجبريلينات صفحة 17 الفقرة الأولى من الصفحة، ثم تابعي معي لتجيبي معي على الأسئلة التي سوف أطرحها عليك. والآن اقرأي هذه الأسئلة وقومي بالإجابة علي مما استنتجتيه من القراءة. لنقرأ معا السؤال الأول، من أين يحصل جنين البذرة على غذائه؟ نعم أحسنتي، من النشا المخزن بالبذرة. ما تأثير الماء على غلاف البذرة عزيزتي الطالبة؟ نعم، إنه يقوم بعملية تليين لغلاف البذرة ويبدأ يذيبها شيئا فشيء. وضحي تأثير الماء على جنين البذرة. بالفعل إنه يحفز الجنين لإنتاج الجبرالين 3 GA3. والآن اذكري لي دور إنزيم الأميليز في البذرة. نعم، إن الأميليز يقوم بتحفيز تكسير النشا لتزويد البذرة والجنين بالطاقة اللازمة لعملية الإنبات. أحسنتن عزيزاتي، تابعن معي. مرة أخرى قومي بإيقاف الفيديو وقراءة الفقرة الثانية من الدرس، وفيها سوف نتعرف على تأثير الجبرالينات في العمليات الزراعية. أولاً، ما هو تأثير الجبرالينات في الزراعة؟ عند رش الجبرالينات في النباتات العادية عزيزتي الطالبة، قام بتحفيز استطالتها ونموها وأصبحت عملاقة الطول. وحين رشها على النباتات القزمة، قام أيضا بتحفيز استطالتها ونمت حتى بلغت إلى الطول الطبيعي. إذن نستنتج من هذا أن الجبرالينات لها دور مهم في عملية استطالة النباتات ونموها، سواء في الحالة العادية أم في حالة النباتات القزمة، فإنها تحفز استطالتها وتوصلها للنمو الطبيعي. انظرنا إلى الصورة، إنها تمثل نباتات العنب أو ثمرة العنب بدون بذور. وأيضاً الجبرالينات تستخدم في هذه الحالة في علاج أشجار العنب التي لا تحتوي على بذور، حيث تساعدها على إنتاج ثمار كبيرة الحجم، وكذلك على إنتاج عناقيد متباعدة، وتسمح باستطالة السيقان حتى تصبح العناقيد متباعدة وغير مصابة بالعفن. وأيضا عزيزتي الطالبة، عند نقل النبات من موطنه الأصلي إلى موطن جديد، فإنه سوف يعاني من التأقلم والتكيف على الحرارة والرطوبة وغيرها من الظروف التي سوف يواجهها في الموطن الجديد. ولذلك فإننا نقوم بإضافة الجبرالينات لتحفيز النباتات وتحفيز نموها وإنباتها، مثل نبات الخس والتفاح
وكذلك تحفز كسر سكون البذور التي تحتاج إلى برودة في إنباتها كبذور نبات الخوخ. لنقم الآن بتلخيص ما تعلمناه في درس اليوم. أولاً، لقد تعلمنا أن الجبرالين هو هرمون نباتي محفز للنمو. كما عرفنا أيضاً أنه يحفز كسر سكون البذور ويقوم بتحفيز إنباتها، وأيضاً إنه يزيد من استطالة النباتات القزمة، وكذلك يستخدم في إنبات ثمار العنب ويجعلها كبيرة الحجم ومتباعدة على السيقان، كما أيضاً يقلل من إنتاج ثمار عنب مصابة بالعفن الفطري، وذلك لأنه يسمح باستطالة السيقان ويباعد بين العناقيد، كما يستخدم لتحفيز نمو النباتات والشبيرات المنقولة من موطنها الأصلي إلى مواطن أخرى، حيث أنه يحفز نموها ويزيد من تأقلمها على الظروف الجديدة. إلى هنا نكون قد أنهينا معا درس اليوم. أتمنى منك مراجعة الدرس جيدا، وقومي بحل التقييم الذي سوف أرفقه لك على الموقع. ألقاكن في درس جديد، وأترككن في أمان الله ورعايته.